بيسان اسماعيل تتهجم على سارة الورع بعد ما نزلت هذا المقطع اللي كانت حاطه باغنيه انه مين مفكره حاله لو عندي بالفيلا ما مشغلك خدامه، نفس الاغنيه من فتره قصفت بها قمر الطاي ترجع حاليا وتوصف بها سارة الورع. وكل كومنتات صار يكتبون انه اكيد تقصد سارة الورع، اكيد تقصد سارة الورع. راح تكون الاخطاء يا حبايب، شوفوا اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم.